بدأت مرحلة التفاوض الجدي في ملف العسكريين المخطوفين، والكرة حاليا في ملعب جبهة النصرة التي تعمل كما تشير المصادر على تحديد لوائح الأسماء بالنسبة للموقوفين في السجون اللبنانية والموقوفات في السجون السورية. هذه اللوائح سوف يستلمها الوسيط القطري الأسبوع المقبل، وسيستمع إلى جواب النصرة بالنسبة إلى الرد الحكومي اللبناني الذي اعتمد خيار المقايضة الثالث ولكن معدلا. وترى مصادر متابعة أن الأمر قابل للأخذ والرد، وأن المرحلة المقبلة ستكون معركة أرقام، إذ إن الوسيط القطري سيسعى إلى تخفيض سقف مطالب الخاطفين لتصبح أقل من 5 موقوفين في السجون اللبنانية و50 موقوفة في السجون السورية مقابل كل مخطوف. في المقلب الآخر، قرع الجانب اللبناني الباب السوري، وفي المعلومات أن المسؤولين السوريين طلبوا وقتا للرد من دون أن يرفضوا التعاون، إلا أن المصادر تشير إلى أن التعاطي هذه المرة لن يكون مشابها لما كان عليه الوضع في ملفي مخطوفي إعزاز وراهبات معلولة. في هذا الوقت يمضي على تحرك أهالي العسكريين المخطوفين قرابة 100 يوم. عرفنا وبعد اجتماعنا باللواء خير أنه تم الاتفاق على البند الثالث من البيان تبع جبهة النصرة. اللي هو قال لكم إياه يعني؟ أنه هذا اللي الأرجح الاتفاق عليه، يعني اللي كلهم توافقوا عليه، وأنه المفاوضات ماشية أكيد، بس أنه بعضهم ناطرين بعض الأسامي من عندهم. إن شاء الله أنه يا رب تكون الأشياء سريعة والدولة ما تتباطأ، لأنه هن تعبوا ونحن تعبنا، وبعدين جاي شتى وجاي ساعة. على ما يبدو المفاوضات ستكون شاقة وصعبة، فهل سيلعب عامل الطقس في الجرود وخبرة اللواء إبراهيم في ترجيح كفة الجانب اللبناني؟ الأسبوع المقبل سيكون التحرك على خطين، الأول للوسيط القطري الذي سيعاود التحرك باتجاه جرود عرسال، والخط الثاني سيفتحه اللواء عباس إبراهيم باتجاه دمشق، وعلى ضوء الردود والنتائج سوف تتحدد مسارات المفاوضات في المرحلة المقبلة. من ساحة رياض الصلح، نخلع ضيمة، MTV.